هو ده اللي انا بدور عليه يعني. طب هناخد سريعا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي ام بي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ تحياتي للكابتن ياسر والكابتن طارق، بيسلموا على حضرتك. ربنا يخلي حضرتك كابتن. صلاح سليمان يا فندم كان معايا المهندس فرج عامر دلوقتي، والحقيقه اكد لي ان صلاح سليمان موجود في سموحه، وقال لي معلومه ان هو بعت لنادي ام بي من في المده القانونيه، وقال لهم ان هو تفاوض مع صلاح ومضاه، وان هو متمسك باللاعب. انا اولا يعني نكن كل تقدير واحترام لفرج بيه ومجلس اداره نادي سموحه بطبيعه الحال، ولكن انا لازم اكون صريح مع حضرتك. وانا اكدت مع حضرتك امبارح، نحن لسنا ثلاث اطراف، احنا طرفين، النادي المالك للاعب لحد اخر يوم في الموسم الحالي اللي احنا فيه و 15 16 ومن بدايه الموسم 16 17 صلاح سليمان مفترض انه لو هو مش ما جددش عقده معايا مفترض يروح اي حته. لو احنا اختلفنا، احنا جددنا عقد صلاح سليمان مددناه من هذا الموسم، يعني احنا مددناه من هذا الموسم لمده اربع مواسم. لو احنا كان ورقنا مش مظبوط او لو احنا كان اجراءنا خاطئ ما كانش اتحاد الكوره هيوثق في الاتحاد، وما كانش هيوثق العقد في المنطقه، وما نتمناش باي حل وباي هيخش برضه كابتن عبد الناصر. يبقى في مشكله بيننا وبين النادي. ما هو كابتن عبد الناصر انا قلت كل الكلام ده والله امبارح، وقلت ان هي ان شاء الله تخلص في قعده. لما دخل دلوقتي المهندس فرج عامر قفل معايا الباب ده تماما، قال لي اللاعب بتاعنا في شرط جزائي 6 مليون جنيه، ما فيش اللاعب يبقى يبعت اللاعب 6 مليون جنيه، هيخش هو بورقه برضه على اتحاد الكره، هو مصدر اللاعب في الفتره القانونيه، ورقه سليم، هيخش على اتحاد الكره، هيتوقف اللاعب. في الحاله دي اللي هيفصل في هذا الشان الجهه الشرعيه وهو الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا احنا ما عندناش مشكله في اي شيء، وما احناش هنقع برضه للمره الثانيه في اي خلاف مع نادي سموحه، ان كنا له كل تقدير وكل احترام. ولكن انا لازم اقول لحضرتك ان انا عندي اربع عقود لاربع لعيبه في نادي سموحه ماضيين معايا، هل ممكن ان انا اظهر هذه العقود واقول والله انا اللاعب اللي مش عايزني بالسلامه؟ ما عنديش مشكله فيه. كابتن عبد الناصر طبعا ولحضرتك كل الاحترام، بس ده غلط يا فندم. ما هو مشكله دلوقتي اللاعب يا كابتن سيف، احنا في سوق مفتوحه، لما بيجي انا مع حضرتك في كل الاجراء. لا يا كابتن، انا بس انا قعدت معاه ومضى معايا، وجي بعد كده قال لي يا كابتن يا نادي ام بي يا مسؤولين نادي ام بي بعد اذن حضراتكم انا عايز اروح النادي الثاني ده، لان انا ظروفي مش سامحه لي في هذا ان انا استمر معاكم. بقول له اتفضل، العقود موجوده وبتوقيعات اللعيبه ولن نظهرها للاعلام وهنديها لنادي سموحه. ما هو كابتن، ما عندناش اي مشكله. ما هو كابتن عبد الناصر، ما فيش اي مشكله. ما هو كابتن عبد الناصر يعني حضرتك اسم كبير دلوقتي، ونادي ام بي دي مؤسسه كبيره، والانديه كلها انديه محترمه. اللعيبه النهارده بالوضع ده هتفضل تتلاعب بالانديه، هيجي يقعد مع حضرتك ويمضي مع حضرتك، هيجي له النهارده خمسه ساخ زياده او واضح، هيروح يمضي هناك، وحضرتك هتلاقيه لف مضى مع ثلاث اربع انديه. ده مش صح يا فندم. ما هي دي برضه اللاعب. انا مع حضرتك قلبا قالبا في تبنيك لهذا الموضوع يا كابتن سيف، بس والله كمان مره انا بتكلم على لاعب عندي، انا اللعيب بتاعي، اللعيب انا مددت له عقده، هو الموسم خلص وانا ما مددتلوش، هو انا ما مددتش للاعب في فتره غير قانونيه، انا مديت له برضه في الفتره القانونيه، خلي الخيار يبقى للاعب بقى في النهايه. ما هو فندم هو يعني برضه هو مضاه برضه في الفتره القانونيه في الست شهور اللي هي المده اللي يسمح ان هو يمضيه فيه. تمام، ولكن النادي الاصلي بتاعه مضاه بحيث ان هو يكمل ثلاث اربع مواسم معاه لفتره قادمه، وان كان مضى لنادي اخر فعلى اللاعب الاختيار، هيقول له هيتقال له انت عايز نادي ايه؟ هيقول له نادي كذا. مفترض ان النادي كذا ده النادي بتاعه، النادي الاصلي، انا مش نادي تاني. لو انا نادي ونادي سين خارج منظومه نادي انبي، يبقى في خلاف من على ناديين من بره النادي الاصلي. اللائحه واضحه، ويعني ارجو ان انت تتواصل مع حد يا كابتن سيد. انا هجيب الكابتن احمد مجاهد دلوقتي، هتلاقي الدنيا هتقول يا جماعه كابتن احمد مجاهد يرد على الموضوع. انا فندم انا هجيبه، انا كل بس انا مع حضرتك برضو ان اللاعب ما يمضيش للناديين حتى لو كان النادي بتاعه. ما هي دي ظاهره يا فندم، عشان الموضوع ده ما يصيرش مشاكل لاحقا يعني. ان شاء الله يا فندم ربنا يهدي كده، والدنيا ان شاء الله باذن الله تمشي بشكل وان شاء الله. والله يعني احنا يعني انا رئيس النادي المهندس علاء خشب امبارح حصل تواصل معاه، وقال ان هو بنفسه هيزور فرج بيه، وما احناش عايزين مشكله في اي حاجه يعني.
ان شاء الله ما يكونش فيه اي مشاكل. والعلاقه بيننا وبين نادي سموحه في تبادل اللعيبه على فكره مش اول لاعب، لا احنا بقالنا فتره بناخد وبندي والامور ماشيه كويس بيننا وبينهم على ما يرام يعني. بس احنا ان كان حصل خلاف بشان صلاح سليمان، صلاح سليمان لعيب اتعرض لظروف في بدايه الموسم وطلب رقم اكبر من امكانيات نادي جه بعد كده ظروفه يعني جت والدته تعبت وقال انا لازم اقيم في القاهره وشاب في مقتبل حياته ما ينفعش ان احنا نبتديها له بمشكله. يعني صلاح سليمان ده شاب صغير لسه في مقتبل حياته، ما هو حب ان هو يعني جات له ظروف وقال لك انا لازم اقعد في القاهره، خلاص اقعد في القاهره والكيمياء بتاعته راكبه مع نادي انبي، قال لك اكمل في النادي ومددنا له عقده لمده 4 مواسم. ما احنا ما اجرمناش في اي شيء ده لا يا فندم. انا على فكره كابتن عبد الناصر انا ما بتكلمش خالص على نادي انبي ولا نادي سموح، نادي انبي نادي محترم، سياسه اداره محترمه فوق دماغنا من فوق، نادي سموحه نادي كبير واداره محترمه فوق دماغنا من فوق. انا بتكلم على ان اللعيبه بتعمل الاجراء ده وهو خطا، وفي الاخر اللي بيخش وش في وش اداره النادي دي ده مع اداره نادي ده، هو ده بس وجه اعتراض. اكيد اكيد انا مع حضرتك تماما في تبنيك لهذه القضيه يا كابتن سيف والله، وان شاء الله تكون الحاله الاخيره يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، يا رب دايما الهدوء ويا رب دايما الامور تخلص على خير. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي. رايك يا كابتن؟